الداعي العام لمحكمة الجرائم الدولية. بالطبع تحدث بشكل واضح عن مسؤولية السنوار ومحمد ضيف، وأيضا هنية عن ما حدث في 7 أكتوبر من قتل الأبرياء، وتحدث عن مسؤولية نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي عن مسؤوليته في قتل الأطفال والتجويع وقطع الطرق، وأيضا قال منع الماء والكهرباء وكل خدمات الحياة. إذن على إثرها المدعي العام يطلب بمذكرة اعتقال لرئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه، وأيضا قائد العسكري لحماس سيد سنوار ومحمد الضيف، وأيضا إسماعيل هنية. إذن هذا تطور كبير للغاية، تطور مختلف، ربما يكون يعني شيء لم نراه منذ بداية هذه الأزمة ولا خلال السنوات الماضية. حتى رئيس الوزراء نتنياهو قال إذا ما تم إصدار هذه المذكرة فهي وصمة عار للقانون الدولي أو للعالم، هكذا صرح. معي من القاهرة أستاذ القانون الدولي سيد أيمن سلامة. أهلا بك سيد أيمن. سيد أيمن، يعني ما الذي يعنيه بالتفصيل خروج أو رؤية مذكرة الاعتقال هذا لرئيس وزراء إسرائيلي؟ يعني ناهيك عن نتنياهو، لكن رئيس وزراء إسرائيل في هذا التوقيت، وهذا أمر لم يحدث من ذي قبل. صحيح، المدير العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد منذ لحظات بأنه لا أحد فوق القانون، وأنه لا حصانة في نظام روما، نظام المحكمة الجنائية الدولية وعدد أعضائها 124 دولة، لا حصانة لا لرئيس لملك لأمير لوزير لسفير. وسبق لهذه المحكمة ذات المحكمة الجنائية عام 2009 و2010 أن أصدرت مذكرتي اعتقال بحق عمر البشير لجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، والعام المنصرم أيضا بحق الرئيس بوتين رئيس روسيا الفيدرالية، ولم يبارح موسكو إلى جوهانسبرغ خشية اتجازه إلى عدالة المحكمة في لاهاي. لا حصانة لا صفر، ودعني أشدد الجملة، الصفر الرسمية للمتهم لا تبيح له ارتكاب الجرائم الدولية ولا تمنع عنه المسؤولية والمسالة ولا تخفف عنه العقاب. سيد أيمن سلامة، أيضا هذا القرار لا يشمل فقط رئيس الوزراء ولكن وزير الدفاع جالنت، وبين الرجلين اختلاف واضح وهذا رأيناه خلال الأيام الماضية، لكن الرجلين تم شمولهما بهذه المذكرة التي ستخرج قريبا كما قال مدعي عام المحكمة. ماذا يعني هذا بالنسبة للحملة العسكرية في قطاع غزة؟ وضع رئيس الوزراء نتنياهو إلى أي مدى يشكل ضغط عليه حتى من ناحية العدالة الدولية؟ ربما نحن في المحيط العربي، الإقليم العربي، الشعوب العربية، ربما نقلل يعني إلى حد كبير من قضاء الدولة، سواء العدل الدولية أو الجنائية الدولية، رغم أن كل وسائل الإعلام العربية في الآونة الأخيرة تناولت كيفية ترهيب المحكمة الجنائية الدولية تحديدا من أعضاء في النواب الأمريكي وأيضا من الإدارة الأمريكية، فضلا عن أن إدارة ترامب كانت أصدرت أمرا رئاسيا من الرئيس ترامب ذاته منذ 2.5 باعتقال المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية فاستو بنتودا، وقضاة المحكمة إن حلوا إن وطأت أقدامهم الولايات المتحدة الأمريكية. ترتعد فرائس نتنياهو ليس اليوم ولا أمس، لأن نتنياهو وهو رئيس مجلس الحرب، رئيس مجلس الوزراء، وأيضا جالنت ورئيس الأركان وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية في المجابهة الأخيرة منذ في غزة بالطبع منذ 7 أكتوبر، كلهم ترتعد فرائسهم من لفظة المحكمة الجنائية الدولية، لأن المحكمة الجنائية الدولية بالطبع لن تستطيع اعتقال لا جالنت ولا السنوار ولا هنية، ولكن الأمر ليس في الإنفاذ، ولكن الأمر
في إلزامية مذكرة الاعتقال، رغم أن إسرائيل ليست ضمن 124 دولة عضو في الجنائية الدولية، وبالتالي فإن عدم استطاع فشل الجنائية الدولية في اعتقال عمر البشير من 2009 لم يجعل الجنائية الدولية تتراجع عن مذكرتي الاعتقال، ولم تتراجع أيضا عن مذكرة اعتقال بحق رئيس بوتين. دعني أكمل من فضلك في نصف دقيقة. أما الحملات العسكرية، لا شك أن الجنود الاحتلال العسكري الإسرائيلي والميديا الإسرائيلية والمعارضة الكبيرة العارمة بقيادة جانس وغيره في إسرائيل الآن، من المحسوب أن هذه المذكرة إن صدرت من الدائرة التمهيدية في لاهاي من شأنها أن تكون رافعة صادمة كبيرة ضد القيادات العسكرية، القيادات السياسية، وباقي مجلس الحرب الإسرائيلي من مدنيين الذين يتواطؤون ويأمرون ويحرضون على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. لأن سيدي إيمان، أنا دعني أتداخل معك الآن. مرت قرابة 8 شهور ونيف لما حدث في قطاع غزة. القتل كان بشكل كبير جدا، وصلت الضحايا إلى 35,000 مدني جلهم نساء وأطفال. اليوم بعد 8 شهور يتم إصدار هذه المذكرة. ألا تعتقد أن المحكمة متأخرة، خصوصا أن القتل كان يوثق بشكل كامل عبر وكالات الأنباء ووسائل الإعلام بشكل مختلف؟ حتى في السنوات الماضية كانت إسرائيل تقتل في قطاع غزة، في الضفة، في لبنان، على مستوى فلسطين، حتى على مستوى يعني أراضي كثيرة وعديدة. لماذا تخرج المذكرة هذا اليوم؟ ما الذي تغير في هذه العدالة الدولية وفي هذا العالم؟ أشكر سيادتك. في متغيرات عديدة حينما تصدر العدل الدولية، محكمة العدل الدولية قرار أولي في 26 يناير هذا العام بأن لديها أدلة معقولة، كما قال النهاردة أيضا المدعي العام للجنائية الدولية منذ 10 دقائق أن لديه أدلة معقولة. حين العدل الدولية، جهاز القضاء الرئيسي للأمم المتحدة، حين تتحدث أن هناك أدلة معقولة ليس على ارتكاب جرائم حرب ولكن جريمة إبادة جماعية، جريمة الجرائم الدولية، من شأن ذلك في طبعا بواسطة إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، من شأن ذلك يعني ضغط ويعني أثار زخما وحراكا كبيرا في الأيام والأسابيع الأخيرة، وجعل المدعي العام ومكتبه المخصص لغزة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حين أتى إلى مصر، أتى إلى العريش ورفح، أصدر تصريح رسمي بأنه كلف مكتب خاص وقانونيون في مكتبه للتحقيق فقط في الجرائم المرتكبة من إسرائيل في قطاع غزة، فضلا عن جرائم أخرى من حماس. أما مسألة توثيق جرائم الحرب ليست بالسهولة. مسألة أن المحكمة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يكتشف الرابط، العلاقة السببية ما بين نتنياهو والجرائم التي تقع على الأرض، أيضا ليست مسألة بسهولة. ثم المدعي العام لا يصدر من مكتبه مذكرات الاعتقال، المدعي العام يقدم للغرفة التمهيدية، وإن رفضت الغرفة التمهيدية لديه الاستئناف على الرفض من دائرة التمهيدية، وهذا ما حدث تماما عام 2010 بحق عمر البشير، حين رفضت الغرفة التمهيدية في بدء الأمر إصدار مذكرة اعتقال لارتكاب البشير إبادة جماعية، فاستأنف في ذلك الوقت أول مدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية الأرجنتيني لورنس مورينو أوكامبو أمام دائرة الاستئناف، ودائرة الاستئناف أيدت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأصدرت في عام 2010 مذكرة اعتقال بحق البشير بأنه ارتكب إبادة جماعية في دارفور بحق قبائل 3 المساليت، الزو، الفور والزغاوة.